علمان زين أو شيخ خلينا نشرح العلمان إنه هلا من الوحدة الأولى بقول نحن من أزمنة الشرفة اللي متعزة فيها إنه أنا عم بدأ إيه لأنه نحن العمل اللي فيه مش كتير عادي بالنسبة للي مر على شعور فلنتكاسل أو ربما نتقاعس لا أكيد لا بالعكس نحن رح نعرض شو مرق على الشعوب مش كلها طبعا مش كل الأحداث حنقي بكل الأحداث نعيش ونحن اليوم ولكن من هذه المعاناة ذهبت إلى الجمال الأفضل. أنا دائما بفكر أنه غريب اللي عم نقطع فيه اليوم بهيدا العصر من بعد ما يعني شفنا شو مر على شعوب مثل ما قلت من ومن أزمنة صعبة شو صعب أنه الإنسان اليوم مع كل ثقافته وتطوره يكون بعده هو عم يرجع لورا بدل ما يكون عم ياخد المدرسة بندرسه غصبا عنه بس لما نحن عن جد نقرا التاريخ لا نستفيد ونشوف شو الحكمه من اللي صار نتامل فيه يعني نستنتج منه استنتاجات اكيد ما بنعيد تجارب الناس او ما بنعيد تجاربنا حتى بنطلق من مطرح ما هن وصلوا صح ليصير في تغيير وتطور طبعا فاذا العنوان هو دعوه الى النهوض وليس الى التكاسل والتخاذل والخضوع والقبول والركون والسكون صعب على الناس لانه ما لها علاقه بالمواضيع فكيف توصليها وانا كنت بعلم مدرسه على فكره اجل بس كنت بعلم رياضه لانه انا عامله تربيه بدنيه اوكي على فكره هذه مش معلمتها تربيه بدنيه بس تعرفي لو وقفت لاني ماني مثال ابدا للاولاد يعني ما بحطهم على الصراط المستقيم بنزعل سؤالت يا بنت عدي بالبيت وما تنزعي هالجيل ليش هي بنزعل خلينا نفوت على موضوعنا فاذا الحلقه حتتقسم بالغرب شو صارت بزمن الشرق مثلا بالشرق وانا استنتج منهم شو انا بدي من هيدي الحلقه اتفقنا؟ تفضلي اوكي مسألة الخير والشر زينا بنعرف انها هي ثنائية قديمة جدا وعتيقة عتق وجود البشر يعني منذ قابيل وهابيل خلق فكرة الخير والشر ومن انتصر ومن كان اقل واكبر هلا مع وجود الميثولوجيا كبرت هذه مع فكرتها او فلسفتها او اسبابها وحتى انهم حتى هذه الثنائية تمثلت بآلهة فصار هناك آلهة للخير وآلهة للشر آلهة الخير هي الخشوب مثلا الخير الربيع الجمال الحب هو آلهة الخير سموا آلهة الشر مثل آلهة الحرب آلهة النار آلهة الغضب نسمع فيه القوة هؤلاء كانوا تحت عنوان آلهة أشرف الأديان أيضا ظلت هذه الثنائية ولكن صارت منظمة أكثر تحت فكرة الدي يعني ال 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 الإله الواحد فالإله الواحد هو الله هو إله الخير والشيطان هو إله الشر بعدنا ضمن ثنائية الخير والشر حتى الإنسان بحد ذاته وحده اللي هو واحد بقلبه الخير وبقلبه الشر أوقات بفيق شيطان أوقات بفيق الله تبعه وهذا هو الضمير برأيي أنا وحدت آلهتها تحت عنوان الخير والشر أما في الفلسفة ثنائية الخير والشر بالفلسفة اختلف مفهومه باختلاف مفاهيم الفلاسفة وأسبابهم فلقينا ببعض الفلسفة اللي درسناها بحياتنا بعض الفلاسفة المثاليين الذين يقولون ويعتقدون بأن الإنسان ولد خير الإنسان ولد خير بفطرته بغريزته ولكن المجتمع فيه وبعض الفلاسفة الواقعيين قالوا لا الإنسان يولد فيه الخير والشر يولد شرير أوقات مثلا أرسطو يقول الفضائل أرسطو دائما بيرق معنا لاحظتي؟ إيه دائما لأنه ما فينا إلا ما نرجع له الفضائل الأخلاقية والخير تكتسب بالتعلم ومع الإنسان بالمجتمع بعدين يعني هو يولد قصده هو إنه الإنسان يولد ورقة بيضاء ونحن بنرسم عليها ما نريد فنحن نربي أولادنا وبنرسمهم وبناخذهم وهذا الشيء أنا برأيي غلط لأنه كمان في نظرية بتقول إنه أولادنا يمرون من خلالنا هم خلقانين بيمروا بس وبيوصلوا بس مش هو اللي من أساسهم يعني أكيد وهذا الشيء بيستطيع الطال يعني نفس البطن بيخلق هيك وهيك 100% جاي قلك إنه هذا الشيء بيستطيع إنه أولاد عنده خلقانين بنفس البيت ونفس الطاقة ونفس الجو بالضبط فربما هذه يعني خلالنا هذه الفكرة يعني بتخلينا نحن نكون كمان مرتاحين الأهل بصراحة وما أنا مش حق علي ما بتوسع يعني هوة الذنب شعور الذنب اللي عندي إياه صح على كل حال هوبس وبودن اللي هن فلاسفة بالعصر التنويري قالوا بأن وصفوا الإنسان بأنه
ولا يستطيع. بدك تعملي انا شريره؟ لا بتوافقي، مش انت، لا انت طيبه، بس بتوافقي على انه في ناس هيك حوالينا صح؟ همجيين وشريرين بيقولوا اثنين، ولا يستطيعون العيش مع يعني مع الناس مع الاخرين مع بني جنس الا تحت قوانين تكبح غريزتهم. يعني هاي القوانين لو ما في هالقوانين كانوا هن اشاره حمراء وقف، اشاره خضراء مش لو ما الاشارات. بينما رستم شو بيرد عليهم؟ بيقول على الملأ لا، ان الانسان يظل لطيفا ونقيا طالما كان بمنأى عن فساد النظام الطبقي. فتنا بالنظام الطبقي والسياسي والمجتمعي، واكيد النظام الطبقي بيفسر نفسيات الناس كيف تتصرف. اما ميكيافيلي كمان، هذا ميكيافيلي بيمرق معنا دائما لانه فكر سياسي، يؤمن بان الانسان شرير وهو شعور مجهول. يمكن هلا انا بتعرف شو بحس؟ انا بحس للانسان يرتاح بالحياه، كنت دائما اقول انه بس يتعرف على عالم حواليه دائما يقول انه الاشخاص شريرين لانهم بالعكس لحتى ما ينخزل صح وما ينصدم بالتوقعات اللي حطيها لحتى يعني هيك بصير في دائما انتباه، تكون انت ما عم تكوني شريره بس بذات الوقت تكوني صاينه هيك حالك بتضل اسهل من انك تنغدري تنغدري صح. بالديالكتيك، جدليه الديالكتيك يعني عم نحكي عن هيجل واتباعه وكارل ماركس، هو اللي بيقولوا انه فكره الخير والشر فكره كثير مساله نسبيه. فممكن الخير والشر يكونوا بموضوع واحد بمساله واحده حسب من اي زاويه عم ننظر. فمثلا بيقولوا مثلا الاسد هو خير وغير خير وشر بحسب من اي زاويه فتنا فيها. ولا ننسى ان هناك خير مطلق وشر مطلق، القتل هو شر مطلق والخروج مثلا والعطاء بدون شروط هو خير مطلق. هلا رح نحكي عن الشر ب حاعطي قصه صغيره عن الشر بروما. هلا شر غربي بالغرب، اعطينا مثل بروما ببدايه القرن السادس عشر صار في فظائع حوادث كثير متحضره وتجاوزت كل اسباب المأساة والشر. مقطع صغير كتبه ميكيافيلي عن روما بهذا الزمن يختصر شو قصدي عم بقول. لقد قدم اهل عبوله يعني بالضبط هي نقلت عن الكتاب يعني. لقد قدم اهل فلورنسا وقتها كل ما يملكونه من ذهب لايقاف بوربون. بوربون هو امبراطور الماني كان تجربه صح. ليه نحن هلا نحن جيلنا بدنا نسمع ان لبنان طول الوقت هيك، ولا مرة كان غير هيك، دايما عكف عفريت بالوقت المنطقي. خلينا نقول لازم نكون صرنا بغير محل بالوقت اللي قبل كنا بمحل افضل، يعني رجعنا لورا كثير. فليه ماشيين لورا؟ ليه عم نرجع لورا؟ ليه بعدنا ما في كهرباء؟ لانه ما بنتعلم من اخطاء، لانه ما بنتعلم ما بنحلل. والمثقفين والمبدعين وال وال